الدعاء الجماعي عقب الصلوات وقراءة الفاتحة، ما هو توجيهكم بخصوصها؟ أما قراءة الفاتحة عقب الصلوات فهذا بدعة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي ورد قراءة آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين دبر كل صلاة، وبالذات دبر صلاة الفجر وصلاة المغرب هكذا. وأما الفاتحة فلم يرد قراءتها أدبار الصلوات مطلقة، قراءتها والتزام ذلك بدعة. وأما الدعاء الانفرادي بأن يدعو كل إنسان لنفسه بعد الصلاة فلا بأس بذلك. وأما الدعاء الجماعي أو الإمام يدعو والمأمومون يؤمنون فهذا بدعة، لأنه لم يرد عن نبي الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن القرون المفضلة أنهم يرتبون هذا الدعاء بعد الصلاة الفريضة ويدعون جماعيا بصوت واحد، أو يدعو واحد والبقية يؤمنون. ما ورد هذا في تاريخ الإسلام الصدر الأول والقرون المفضلة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، في رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، في رواية: وكل ضلالة في النار. فهذا محدث، هذه الصفة في الدعاء بعد الفرائض أو بعد النوافل محدث، فهي بدعة. أما الدعاء الانفرادي كل يدعو لنفسه لا يرتبط بالآخرين فهذا أمر مشروع، الحمد لله.